روني فهد، يعني كانت مشاركتك بدانسينج وذ ستارز بشهادة الكل مؤثرة وفرجت عن جد انه الشاب قديه والرياضي قديه في يرقص. خبرنا انت كيف شو الكونكلوجن يلي طلعت فيها؟ عن جد هذا اكسبيرينس رح اخذها معي كل حياتي، كان بتعقد من اول نهار لاخره، تعرفت على كثير عالم، صرت اصحاب مع كثير عالم جداد. All in all كان كثير شيء كثير حلو عن جد. ضيع كثير القصة، داليدا از ا فيري جود فريند وقبل الشو، وانتوني بيستاهل كمان كثير يربح لأنه تطور مستواه كثير وحافظ على كونستنسي، كان كونستنت كثير بالكومبيتيشن، بس ات ذيس بوينت اتس 50-50. حتكفي بالرقص؟ يمكن از ا هوبي شوي من تايم تو تايم اكيد.